طيب على صعيد اخر، انطلقت البطوله الوديه الاولى للريشه الطايره الهوائيه في الصاله المكشوفه في استاد القاهره الدولي بمشاركه 92 لاعب، وعلى هامش هذه البطوله كرم هشام التهامي وهو رئيس الاتحاد لهذه اللعبه، كرم اللاعبه الاولمبيه هاديه حسني واللي حصلت مؤخرا على مقعد بمجلس النواب المصري في الانتخابات الحاليه. وفي وقت سابق كانت اكدت هاديه حسني لاعبه منتخب مصر للريشه الطايره على اقتراب التاهل الى بطوله او الى اولمبياد طوكيو، واللي كان من المقرر ان هي تقام في 2020، ولكن بطبيعه الحال تم تاجيلها لمده عام بسبب انتشار فيروس كورونا. وتعالوا نتعرف على التفاصيل اكثر من خلال مداخلتنا مع هاديه حسني لاعبه منتخب مصر للريشه الطايره. صباح الخير عليكي. صباح الفل عليكم. والف مبروك يا سياده النائبه. الله يبارك في حضرتك بالخير، ربنا يخليك. خبر خبر جميل. ما تخليش بقى يعني النيابه تاخدك من الرياضه او العكس. والله هو انا بالعكس، ده يمكن النيابه دي برضو مدخل ان انا اساهم واساعد اكتر في الرياضه المصريه بقى على مستوى يعني دقيق اكتر يعني. بتهيالي كمان الرياضه دي بصفه خاصه يمكن برضو تكون من ضمن الرياضات اللي مش واخده حقها قوي، مش منتشره قوي، مش بشعبيه رياضات تانية. والله هي لعبة الريشة الطايرة عالميا هي رقم واحد، يعني يمكن هي في شرق اسيا، الصين هي اللعبة الأولى، في الهند اللعبة الثانية، فعلى مستوى العالم هي تعتبر اللعبة الأولى قبل كرة القدم. حتى شعبيتها هناك في الصين وفي شرق اسيا قوية جدا جدا جدا، يعني احنا لما بنروح هناك بنتعامل كأننا لاعبين كرة قدم. طب جميل، يعني بتشوفي النجومية والشهرة والمجد وأنت مسافرة. والله احنا كسبنا ماتش واحد مثلا في بطوله الهند دي، كنا في الجرايد هناك والناس ما كانوش مصدقين نفسهم ان في مسلمين ومحجبات وبيلعبوا اللعبه يعني. لا اذا كان كده بقى احنا عايزينكم تبهروهم بقى في طوكيو 2021 ان شاء الله. بتستعدوا ازاي لهذا الحدث الرياضي الكبير؟ والله احنا كنا بنستعد كويس قوي لغايه في شهر 2 اللي فات، كنا وصلنا انا وضحى هاني هي الزوجي، احنا بنحاول التاهل في زوجي وزوجي المختلط، انا وضحى مع بعض في الزوجي وزوجي المختلط ضحى هاني وادهم حاتم. وصلنا في الدبل ان احنا بقينا المركز ال 35 على العالم، ودي حاجه ما حصلتش في افريقيا قبل كده، يعني عمر ما حد دخل جوه ال 40، احنا لا كمان وصلنا ل 35. فالحمد لله موقفنا كويس، يعني ان شاء الله لما ترجع المنافسات المفروض كان في ناقص 4 بطولات للتأهيل، فلو حافظنا بس على اللي هو المركز بتاعنا ال 35 على العالم واحنا اول افريقيا نتأهل بكل سهوله يعني ان شاء الله لطوكيو. ان شاء الله نحقق كمان ارقام اعلى من كده باذن الله. ان شاء الله. طيب كابتن هادي خليني اخدك بقى شويه للبرلمان، يعني انا اولا مبسوطه جدا، يعني نموذج نسائي ورياضي وسياسي ناجح، دي بدايه. ربنا يخليك. ايه بقى خطتك لما تدخلي ان شاء الله مجلس النواب وفي اجنده، في توبكس معينه، في قرارات معينه، اقتراحات بقوانين معينه، خلينا نعرف. والله هو انا طبعا هدفي الشباب والرياضه، بس ده يتوقف برضو ان انا في اللجان، لان انت عارفه في لجان كتير، فهيطلع نصيبي من انهي لجنه ده لسه الواحد مش عارف الكلام ده كله لما ندخل، لان احنا القسم ان شاء الله شهر يناير. بس انا اولويه عندي طبعا، ولو انا بختار هختار ان انا اكون في لجنه الشباب والرياضه، لان هي دي الحاجه اللي انا اقدر ان انا اساهم فيها، سواء قوانين للرياضيين الاولمبيين او البارالمبيين او كمان الاولمبيات الخاصه بمصر، فدي الحاجه اللي انا بحبها ونفسي ان انا اساعد فيها ايا كان يعني. واتمنى ان انا يكون حظي ان انا طبعا ادخل في لجنه الشباب والرياضه، وهي دي اللي انا اقدر اساعد فيها ان شاء الله يعني. ان شاء الله. وبعد بقى ان شاء الله لما الامور توضح يعني تشرفينا بقى هنا في 10 الصبح في الاهلي، وفي ملفات كتير حابين ان احنا كمان نتكلم معاكي فيها. مشكورك يا جدا. يا رب ان شاء الله. ميرسي ليكم كلكم، وان شاء الله كمان يعني بما انكم بتتكلموا على طول الريشة اللي كانت معموله في الهواء، متهيألي دي هتنشر اللعبة أكثر وأكثر، إن بقى في ريشة طايرة ممكن تتلعب بره الصالات المكسرة. صحيح. صحيح. شكرا ليكي كابتن هادي حسني. شكرا.